بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله نستكمل حديثنا عن الفاينايت اليمنت. النهارده هنبتدي شابتر 2. شابتر 2 بعنوان General Steps of the Finite Element Method. في 8 ستيبس مهمين جدا بالنسبه للفاينايت اليمنت، وان شاء الله احنا هنستعرضهم في شابتر 2، وهنبدأ نطبق الستيبس ديات لللاين اليمنتس زي البيمز والتراسز والفريمز والفريمز والجريدز، وبعد كده ال 2D وال3D. الستيبس مهمة جدا، ويعني المفروض ان احنا نفهمها كويس، ولو نقدر كمان نحفظ الستيبس وكده ده شيء طيب. النهاردة هنحاول في المحاضرة اللي هي رقم 6 ان احنا يعني نتعرض للستيبس من 1 لـ3، وبعدين هنكمل ان شاء الله. الستيب رقم 1 بتقول discretize and select the element types. discretize يعني ممكن نقول معناها divide، يعني نقسم، يعني نقسم المسألة الى elements، الى عناصر، وبعدين بنسمي العنصر، بنقول هو بيم ولا تراس ولا فريم ولا 2D ولا 3D. ده الجزء الثاني. يبقى الجزء الاولاني ان احنا نقسم المسألة الى عناصر، وبعد كده نختار اسم العنصر، يعني ندي للعنصر ايه، ندي له اسم اللي هو الاليمنت تايب. الستيب رقم 2 ان انا بيبقى مطلوب مني ان انا افترض displacement function. طبعا الستيب بتقول select a displacement function، هي بتبقى طبعا assumed، يعني الواحد بيفترضها، وبالتالي هتكون approximate، لان طبعا الواحد صعب ان هو يفترض الشيء الاكزاكت، فاكيد بيبقى فيه assumptions وكده. فالفرض بتاعي في الغالب هيكون يعني في شوية تقريب، في approximation كده. ال displacement function هي عبارة عن دالة الحركة، الدالة اللي انا بوصف بيها ازاي الاليمنت بيتحرك، يعني شكل الحركة، شكل الديفورميشنز بتاعت الاليمنت. الستيب رقم 3 بعد ما جبنا في الستيب رقم 2 الديسبليسمنت، اقدر اجيب من الديسبليسمنت اجيب منها السترين، وبالتالي في الستيب رقم 3 بيقول ديفاين سترين ديسبليسمنت، يعني اعمل علاقة ما بين الديسبليسمنت وما بين السترين. انا عندي الديسبليسمنت خلاص اوريدي موجود، اقدر اجيب من الديسبليسمنت سترين، زي مثلا ما قلنا في حاله التراس، او لو عندي بار اليمنت وعليه تنشن فبيحصل استطاله، فالاستطاله دي عباره عن ديسبليسمنت. فانا بقول ان السترين بيبقى عباره عن التغير في الطول اللي هو ديسبليسمنت على الطول الاصلي. اذا انا اقدر اعمل علاقه او اجيب سترين من الديسبليسمنت. بعد ما اجيب سترين من الديسبليسمنت اقدر اجيب ستريس من السترين. عندنا الستريس يعني على سبيل المثال في حالة البار إلمنت بيساوي معايير المرونة مضروب في السترين. الستيب رقم 3 بيقول درايف ذا إلمنت ستيفنس ماتريكس اند ايكويشنز، يعني هنقدر في ستيب رقم 3 ستيب رقم 4 ان احنا ازاي نجيب الستيفنس ماتريكس لاي إلمنت، ازاي نجيب الماتريكس مثلا تراس بيم، ازاي نجيب العناصر بتاعت الماتريكس. وبعد طبعا لما بجيب الماتريكس اقدر بقى اكتب الايكويشن اللي هي ايه، البي بتساوي الكي في دلتا. يبقى المقصود بالايكويشنز اللي هو العلاقه اللي في النهايه ان انا بربط اللود فيكتور يساوي الاستيفنس ماتريكس مضروب في الديسبليسمنت فيكتور. بعد ما حصلت على الاستيفنس ماتريكس لكل اليمنت، بعد كده المفروض اجمع الاليمنتس مع بعضيها في ماتريكس واحده كبيره اللي هي الاوفر اول ماتريكس او التوتال ماتريكس. انا بجيب الماتريسيز الصغيره بتاعت الاليمنتس وابدا افتح ماتريكس كبير اللي هو في الجلوبال. في الحاله دي بتبقى في الجلوبال طبعا، لان لو انا بتعامل مع الاليمنت على حده او بجيب الستيفس ماتريكس جوه الاليمنت ده بيكون في اللوكال، لكن لما اجي احل المساله بضطر احول او اجمع الاليمنتس في حاجه اسمها الاوفر اول او الجلوبال او التوتال ماتريكس. وبرضو اقدر اطبق في نفس المعادلات اللي هي البي بتساوي كيف دلتا، يعني المعادله بي بتساوي كيف دلتا ممكن تبقى مناسبه للاليمنت في اللوكال اكسيز، وبرضو اطبق نفس المعادله للمنشا في الجلوبال اكسيز.
طبعا بقيه الستيب بيقول ايه اند انتروديوس الباوندري كونديشنز، يعني بعد ما جمعنا الستيفنس ماتريسيز في الجلوبال ببدا احط الباوندري كونديشنز. يعني لو عندي فيكسد سبورت مثلا احط الديسبيسمنت في اكس بصفر والديسبيسمنت في واي بصفر واحط الروتيشن بصفر وهكذا. خلاص انا جبت الاوفر اول ستيفنس ماتريكس وعوضت في المعادله بي بتساوي كيف دلتا. في الحاله دي بيبقى المفروض بقى ان انا احل اللي هو الستيب رقم 6 for the unknown degrees of freedom. بيبقى المجهيل عندي طبعا زي ما قلنا في الفاينايت ايليمنت هي عباره عن ديسبيسمنت، فيبقى الديجريز اوف فريدم اللي هي الديسبيسمنت دي المجاهيل، واقدر اجيب المجاهيل عن طريق ان انا بنقل الماتريكس اللي هو الستيفنس ماتريكس الناحيه الثانيه بان انا بجيب الانفرس. طيب انا جبت الديسبيسمنت عن طريق ان انا جبت الانفرس للماتريكس، خلاص طالما بقى عندي الديسبيسمنت معروف اقدر اجيب من الديسبيسمنت سترين، اقدر احصل على السترين لان احنا عملنا علاقه في الستيب رقم 3 ما بين السترين والديسبيسمنت. فلو انا جبت الديسبيسمنت اقدر اجيب السترين عن طريق الرابط اللي بيربط ما بين السترين والديسبيسمنت. طيب انا جبت السترين اقدر اجيب الايه، اقدر اجيب الاستريس لان برضه في علاقه بتربط ما بين السترين وبين الاستريس. اخر خطوه اللي هي الستيب رقم 8 ان انا المفروض بعد ما حليت المساله ابدا ابص على النتائج، اعمل تدقيق للنتائج، افحص النتائج هل النتائج مقبوله، هل في اخطاء مثلا في المدخلات اصلحها، اشوف المخرجات، اشوف مثلا فين الاماكن اللي فيها deformations عاليه، فين الاماكن اللي فيها ستريسز كبيره، اساس يبقى عندي في قرار انا ممكن اضطر اعيد المساله تاني، ازود السكنس شويه عشان اقلل الديفورميشنز، او يعني اعمل اي شيء يقلل يعني الستريسز اللي هي يعني ضخمه في مكان وكده. يعني الستبس اللي فاتت ديت احنا ممكن يعني نختصرها او نحطها في صوره مختصره شويه. احنا عارفين ان الفانات ايليمنت ميثود زي ما قلنا قبل كده يمكن في المحاضره اللي هي لما عملنا مقارنه ما بين الفلكسبيليتي وما بين الاستيفنس، احنا قلنا ان في تو ابروتشز، في مدخلين او في طريقتين الفانات ايليمنت تشتغل من خلالهم. الطريقه اللي بيبقى فيها الفورسز عباره عن مجاهيل اللي بنقول عليها الفلكسبيليتي ميثود، والطريقه الثانيه اللي هي بتكون الديسبيسمنت هي المجاهيل فبنقول عليها الستيفنس ميثود. لكن تلاحظوا ممكن الطريقه الثانيه اللي هي الديسبيسمنت او الستيفنس ميثود يعني هي يمكن المشهوره شويه ويمكن البرامج كلها بيزد عليها لان هي السيمبل يعني هي بسيطه في الفورموليشن، اقدر ابرمجها بصوره ابسط شويه من الفلكسبيليتي ميثود. لكن على اي حال سواء انا شغال ديسبيسمنت او ستيفنس فانا عندي الستيبس اللي احنا قلناها من شويه اللي هي 8 ستيبس، لكن احنا هنعيد صياغه الستيبس دي في صوره ابسط شويه، ويمكن العنوان بيقول ذا بيزك بيلدينج بلوكس، كان الستيبس دي عباره عن بلوكات كده، وانا بحط بلوك فوق بلوك، يعني كان بحط الستيب الاولاني كبلوك وبعدين الستيب الثاني والستيب الثالث. يعني ده مجرد بس عرض ابسط شويه للستيبس بتاعت الفاينات اللي هي الجنرال ستيبس. اول ستيب يعني هنا ممكن مختصرين شويه بيقول ديسكريتايزيشن. ديسكريتايزيشن معناها كان في جسم وانا بقسمه او بقطعه، يعني بحوله لعناصر، يعني كان جسم متصل بعد كده تخيل ان معايا سكينه مثلا وببدا ايه اقطعه او اقسمه ايه لاليمنتس اللي هي في الاخر هوصل في الاخر للفاينات اليمنتس. الجزء بعد كده اللي هو الانتربوليشن. الانتربوليشن ده يمكن بيعبر شويه عن الديسبيسمنت فانكشنز، ان انا بيبقى عندي انا عارف سي مثلا الديسبيسمنت عند النود رقم واحد، سي ده تراس، ده عباره عن تو اليمنتس تراس ممبرز، عندي الاليمنت الاولاني 1 2 والاليمنت الثاني 2 3. فلو انا بصيت على الاليمنت الاولاني بيبقى عندي نقطه الاكس 1 اللي هي النود 1 بيبقى عندها حركه اسمها يو 1، لان عارفين احنا طبعا التراس بيبقى عليه اكسيال لود وبالتالي الحركه بتكون اكسيال اللي هي في اتجاه اكس لو انا شغال لوكال، فبتبقى النود الاولاني عنده حركه قيمتها يو 1 والنود الثاني عنده حركه قيمتها يو 2.
طيب ان بتوين، ان بتوين بقى هحتاج اعمل حاجه اللي هي اسمها انتربوليشن، ان انا اقدر من خلال اليو 1 ومن خلال قيمه اليو 2، لو انا افترضت مثلا ان العلاقه لينير، هقدر ارسم الخط واقدر من الميل اقدر اعرف قيمه الديسبيسمنت عند اي نقطه على الطول من البدايه الى النهايه. اذا الديسبيسمنت فانكشنز دي عباره عن داله بتعبر عن الحركه اللي بتخص كل اليمنت، واقدر اعمل انتربوليشن، اقدر لو انا عارف البيانات عند النود الاولاني وعارف البيانات عند النود الثاني، اقدر ان بتوين اجيب كل البيانات اللي هي بتخص الديفورمد شيب او الديفليكتد شيب. البلوك الثالث او الجزء الثالث اللي هو الاليمنتال فورميليشن، ان انا ابدا اجيب الماتريكس للاليمنت، ابدا اجيب الستيفنس ماتريكس للاليمنت، وبعد ما اجيب الستيفنس ماتريكس اقدر احط الايكويشنز اللي هي بتعمل اتزان للاليمنت. يعني اقول مثلا ان البي بتساوي الكيف الدلتا لكن للاليمنت. خلاص انا جبت لكل اليمنت الماتريكس بتاعته، كتبت الايكويشن بتاعته، هعمل بعد كده اسمبلي. البلوك اللي بعد كده ان انا بعمل اسمبلي، ان انا بجمع الاليمنتس كلها على بعضيها في الجلوبال، في الاوفر اول ماتريكس او التوتال ماتريكس. بعد الخطوه اللي بعد كده ان ببدا احط الكونسترينتس، ببدا احط الباوندري كونديشنز لو عندي هينج، لو عندي فيكسد، وفي نفس الوقت بحط اللودز. الخطوه اللي بعد كده ابدا اعمل الحل، بقى ابدا احل المساله. عندي في الاوفر اول او في الجلوبال عندي في البي بتساوي الكي في الدي، اقدر انقل الكي الناحيه الثانيه بالانفرس واقدر اجيب الديسبيسمنت. اخر خطوه بعد ما جبت قيم الديسبيسمنت، اقدر بقى استنتج من الديسبيسمنت الانفعالات، واقدر اجيب من الانفعال الجزء الخاص بالستريس. هنبتدي دلوقتي ايه نمر على الستيبس ستيب ستيب ونشرح بتفصيل اكتر، لان طبعا الكلام ده مهم زي ما قلنا، لان احنا لما هنبتدي بقى الشباتر اللي فيها الاليمنتس زي البيمز والتراس والفريم هنبدا نعمل ابلكيشن للستيبس دي، بس كل مره على اليمنت مختلف. اول ستيب زي ما قلنا هي ديسكريتايز اند سيلكت الاليمنت تايبس. ديسكريتايز ايه معنى كلمه ديسكريتايز؟ لو انا تخيلت ان انا عندي جسم اللي هو متلون كده ازرق واخضر واصفر واحمر، وكان الجسم ده سليم، يعني اعتبر ان الجسم ده كان قطعه ورق ومتلونه، وبعدين انا جبت مثلا كتر ومسطره وبدات ايه اقطع الورقه ديت، بس وانا بقطعها كانها بقسمها كده كاني برسم مربعات. فعمليه تقطيع او فصل الجسم اللي كان متصل الى عناصر صغيره ده اسمه جاي، يعني اللفظ ديسكريتايز معناه ديفايد، معناه ان الواحد هيقسم او هيقطع او هيفصل الجسم اللي كان مستمر الى ايه الى عناصر منفصله او يعني متقطعه وكده. يمكن الدياجرام اللي تحت دوت اللي هو فيه كيرف، والكيرف ده كونتينوس متصل، وزي مثلا نطلب مني ان انا احسب الاريا تحت الكيرف، فانا ببص الاقي ان المساحه او الاريا تحت الكيرف اريا متصله وكده، لكن انا عشان احسب المساحه بدات اقطع الجسم الى مجموعه من المستطيلات. طبعا المستطيلات بتكبر وبتصغر على اساس تبقى في النهايه برضو ايه وزن الكيرف، يعني تكون تقريبا يعني بتدي الشكل بتاع الكيرف. وطبعا واضح ان انا لو صغرت المستطيلات عن كده كمان، يعني لو قسمت المستطيل 2 الشكل بتاع المستطيلات هيقرب من الشكل الحقيقي. فمعنى او كلمه ديسكريتايز او ديسكريتايزيشن معناها كان بالظبط عندي جسم كونتينوس اللي هو الكيرف، وانا عاوز احسب المساحه، فبيبقى الحل ان انا اقسم او اقطع المساحه الى مجموعه من المساحات، يبقى المساحه المتصله اتقطعت في الاخر الى مجموعه من المساحات المتقطعه اللي هي ايه ديسكريت. ويمكن هنا في يعني سؤال كده بيقول يعني كاني بقول ايه الفرق ما بين ديسكريت وكونتينوس. كونتينوس يعني معناه في استمراريه زي الكيرف كده مستمر، النقط بتاعته كلها ماشيه مستمره، لكن ديسكريت معناه ان بقى في تقطع، بقى في حته وبعدين الثانيه اتفصلت عنها شويه واعلم وهكذا، يعني ده معنى ايه ديسكريت. ديسكريتايز يبقى معناها ديفايد، يعني معناها قسم، يعني معناها افصل الجسم اللي هو المتصل الى مجموعه من العناصر. الجزء الثاني من العنوان بيقول اند سيلكت الاليمنت تايبس، المفروض نختار بقى ايه نوع الاليمنت.
نوع الاليمنت. انا قطعت صحيح القسم اللي هو الورقه المتلونه، قطعتها لمجموعه من العناصر وعناصر صغيره وشكلها منتظم ومفيش مشاكل، لكن في النهايه لو انا خدت عنصر واحد من العناصر دي بعيد كده اقول عليه ايه؟ اقول عليه بوينت، هل هو شكل البوينت ولا شكل اللاين ولا شكل الاريا سيرفيس ولا شكل الفوليوم؟ طيب لو انا قلت خدت قرار مثلا في مسألة ما ان العناصر اللي عندي على شكل لاين على شكل الخط، طيب الخط ده او العنصر ده هسميه بقى تراس ولا بيم ولا فريم ولا جريد، على حسب. يبقى انا الخطوة التانية بعد ما اقسم، انا مسكت سكينة وقطعت المنشأ قسمته الى مجموعة من العناصر، الخطوة التانية بقول لو مطلوب مني ان انا احط تيكت على كل عنصر هوصفه بايه، هقول نوعه ايه، هل هو تراس ولا بيم ولا فريم ولا هو بلانر يعني 2 دي اليمنت ولا 3 دي ولا 3 دي اليمنت. نبدأ يعني تفاصيل اكتر عن الستيب الاولاني اللي هو ديسكريتايز اند سيلكت الاليمنت تايبس. يعني هنتكلم شويه، والعنوان طبعا مقسوم لجزئين، جزء اللي هو خاص بالتقسيم اللي هو ديسكريتايز، والجزء الثاني خاص ان انا بعد ما اقسم لازم ادي لكل اليمنت او احط على كل اليمنت تيكت مكتوب عليه اسم العنصر المناسب لي. نشوف كده مكتوب ايه، بيقول ايه ديفايد. ديفايد اللي هي قلنا المعنى المقابل لديسكريتايز، ديفايد ذا بودي انتو ان ايكوفالنت سيستم اوف فاينايت اليمنتس، يعني قسم الجسم لمكافئ من العناصر، مجموعه عناصر مكافئه. يعني لو بصينا في الرسم اللي فات دوت، ان انا لو كان الاول الجسم عباره عن ورقه متلونه وبعدين انا قطعتها لقطع صغيره، وهتخيل ان انا يعني جيت خدت القطع دي بعدتها عن بعضها كده، وممكن واحد تاني يجي يلم القطع دي ويرصها جنب بعضها تاني، هيوصل تاني في النهاية لنفس الشكل. إذن أنا لما بقسم بيكون العناصر مكافئة، يعني بتدي سيستم مكافئ للجسم اللي أنا قسمته. بقية الجملة بيقول with associated nodes، يعني إيه؟ يعني كل عنصر من العناصر اللي أنت قسمتها أو قطعتها بيكون مرتبط بيه أو معاه النود الخاصة بيه. يعني لو بصينا مثلا على سبيل المثال في الرسم اللي قدامنا، هلاقي هنا مثلا الشكل متقسم لمربعات، كل مربع له 4 نودز خاصة بيه مرتبطة بيه، والمربع اللي بعديه له 4 نودز وهكذا. ولما برص العناصر جنب بعضيها يعني ارجعها تاني كاني برجعها لاصلها، بلاقي ان في النهايه ممكن يبقى في كومون نود مشترك، يعني النود ده مشترك في الاربعه اليمنتس، يعني هو جزء من كل اليمنت، وبالتالي الاربعه بيتوصلوا عند نفس الايه، عند نفس النود. اذا انا اللي بقسم المنشأ الى العناصر. وبيبقى الجزء الثاني اللي هو الجزء الثاني من الستيب اللي هو سيلكت الاليمنت تايبس، يبقى المطلوب مني ان انا اختار تشوز دي موست ابروبريت اليمنت تايب، يعني اختار التايب المناسب. ما ينفعش مثلا يبقى الاليمنت ده ترس وراح اقول عليه بيم، او يبقى 2 دي واقول عليه 3 دي، لا لازم يكون الاسم مناسب للاليمنت زي ما نشوف فيما بعد. المفروض ان انا استخدم يعني يقول يوز يور انجينيرنج جادجمنت، يعني استخدم الاسس الهندسيه ويبقى في حكمه، يعني وانا بحدد الفاريشن في الاليمنت سايزز. يعني مش معقول انا لما اجي اقسم جسم هقسم العناصر كلها قد بعضيها، مش هيبقى السايز واحد، لا ممكن يبقى في خلاف في السايز، يعني ممكن يبقى في اليمنت كبير، ممكن يبقى في اليمنت صغير، السايز بيختلف. اكيد في يعني قيود بتبقى مفروضه عليا، او في يعني شيء بيلزمني ان انا ما اخليش العناصر كلها بنفس الايه، بنفس السايز. طبعا في النهايه خالص لما بقسم سواء كانت العناصر كبيره او صغيره، لازم ادي لكل عنصر الايه، الطيب المناسب إيه؟ المناسب لي. طب مثلا على سبيل المثال لو انا مثلا عندي سيركولار بيم كاميرا دائريه، وبعدين جيت قسمتها ل4 عناصر، فاصبح عندي 4 نودز، فطبعا البرنامج هيوصل ما بين النودز، فهتلاقي الكاميرا اللي كانت سيركولار اتحولت لشكل رباعي. ما ينفعش. طب ايه الحل؟ لا كان المفروض في الحاله دهيت ان انا مثلا ازود عدد النودز شويه، وبدل ما الشكل يبقى رباعي كده يبقى ثماني،
او يبقى يعني كل ما عدد الـ elements هنا هيزيد كل ما الشكل هيقرب من الدايرة، لكن كل ما العدد يقل اصبح شكل جديد، اصبحت كأنها مسألة مختلفة تماما عن المسألة الأصلية اللي هي عبارة عن دايرة. ما ينفعش مثلا امثل الدايرة بمربع، لا ممكن امثلها بمثمن مثلا شكل ثماني. نفس القصة لو انا عندي سيمبل بيم وقسمتها لتو elements عن طريق ثلاثة نودز، فالبرنامج هيطلع لي الديسبليسمنت عند واحد والديسبليسمنت عند اتنين وعند تلاتة، وبعدين هيوصل بينهم. فالجزء اللي ما بين واحد واتنين ممكن ما يبقاش واضح بالنسبة لي في الاوتبوت، فعشان الجزء ده يبقى واضح مثلا كان المفروض مثلا ان انا احط نود كمان في النص ما بين واحد واتنين، واحط نود زيادة ما بين اتنين وتلاتة، بحيث الديفورمد شيب اللي هيطلع من الحل يبقى قريب من الواقع. نرجع تاني للإليمنتس، بنقول ان السايزز بتاعت الإليمنتس هيحصل فيها variation، هيبقى في تغير في المقاسات بتاعت ال elements، في elements صغيرة في elements كبيرة، ويمكن ده واضح في الرسم اللي قدامنا. عندنا في منشأ وفي concentrated load، والمنشأ ده واضح ان في elements حجمها كبير او size بتاعها كبير فبقول عليها large elements، وفي elements ممكن تلاقيها صغيرة حجمها صغير فبقول عليها ايه small elements. وهلاقي يمكن كمان في حاجة يمكن يعني جديدة شوية، ان في elements اللي هو الاليمنت الرباعي هلاقي النودز في الاركان فقط عنده اربعة نودز، لكن في elements شكلها رباعي برضو لكن في وسط كل ايدج في نود زيادة، فبدل ما كان اربعة نودز بس اصبحوا ايه تمانية نودز. هو شكله رباعي بس في تمانية نودز، وفي شكل تاني رباعي بس في اربعة نودز، فعشان يفرقوا بينهم فقالوا ان الشكل اللي النودز بتاعته زادت اللي هي في وسط الاركان بنقول عليه هاير اوردر. هاير اوردر يعني مستوى عالي شويه، يعني هو هاير اوردر بالنسبه للي ما فيش فيه نودز في الايدجز بتاعته. يبقى اللي فيه 8 نودز ده هو هاير اوردر بالنسبه للي فيه 4 نودز. طب ايه فكره ان انا زودت النودز؟ ان ده بيحسن الدقه، ده بيحسن الدقه بتاعت الحل. يعني ساعات هيبقى الدقة بتتحسن اما ان انا اصغر العنصر او اسيب العنصر زي ما هو بس ازود عدد الايه النودز، اضيف نودز الايه نودز اضافية في منتصف مثلا ايه كل ضلع. طيب ايه برضو الحكم اللي بيحكمني في ان انا اغير حجم العنصر من سمول مثلا للارج؟ يعني هل مثلا ممكن في اماكن يبقى الاليمنت سمول، اماكن تانية يبقى الاليمنت مثلا لارج؟ اكيد طبعا. لو احنا مثلا يعني بنقول سمول اليمنتس او الاليمنتس تبقى سمول انف تو جيف يوزابل ريزلتس، يعني في اماكن بيبقى مثلا فيها تركيز في الاجهادات، مثلا عندي في حمل مركز موجود في منطقة، عندي مثلا في فتحة موجودة في منطقة، فبتبقى الاجهادات هنا متركزة شوية في كونسنتريشن، فببقى محتاج اعمل فوكس على الاماكن دهيت على اساس اشوف النتائج كويس، فبالتالي بحتاج اصغر الايه اصغر الالمس. فزي ما هو مكتوب كده بيقول ايه ان احنا محتاجين ان الالمس تبقى سمول انف بدرجة كافية ان انا اقدر احصل على نتائج تكون نتائج يعني ايه معقولة او معبرة. في نفس الوقت بيقول ايه برضو في نفس التوقيت ان الـ elements تكون large enough to reduce الـ computational effort. يعني برضو ما هو في ممكن واحد يقول طب ما خلاص طالما ان العناصر الصغيرة بتحسن لي النتائج وبتخليني اشوف كل حاجة كويس، طب ما انا بقى اصغر العناصر كلها بتاعت المسألة ومش مشكلة والكمبيوتر بيحل وما عنديش مشاكل. لا بس طبعا اكيد هتحتاج بقى حيز على الكمبيوتر اكبر، هتاخد مجهود وقت اكبر، فده تكلفة في مجهود وفي وقت وكده. فاحنا بنقول ايه يعني ايه نخلينا معتدلين، إيه نبقى الـ elements small بالدرجة اللي تديني نتائج ايه نتائج معقولة واقدر استخدمها وكده يعني، وفي نفس الوقت يكون برضو الاليمنت كبير بس مش بالدرجة اللي هي تخرب النتائج، لا يكون كبير بحيث برضو ان انا اعمل ايه ريدكشن او اقلل الايه الوقت او المجهود بتاع الحسابات ووقت الكمبيوتر والحيز وكده. يعني اللارج اليمنتس استخدم العناصر الكبيرة في ايه؟ بيقول كان بي يوزد وير results are relatively constant، يعني لما يكون التغير في الريزلتس
يعني معدل التغير في الريزلتس بسيط، يعني الريزلتس بتتغير كل فين وفين، فالحاجة دي أكبر العنصر. لكن لو أنا عندي التغير مثلا في النتائج سريع، عندي بيحصل دروب سريع مثلا في الإجهادات أو في تركيزها، فالميل كبير بالنسبة لتركيز الإجهادات، فالتغير سريع، فبالحالة دي ما ينفعش أكبر العنصر، لا لازم أصغر العنصر على أساس أقدر إيه أشوف التغير السريع في الإجهادات. فالسمول إليمنتس وساعات بتبقى هاير أوردر، يعني إحنا زي ما قلنا ممكن أستخدم عنصر صغير وممكن كمان يبقى هاير اوردر لو انا عاوز احسن الدقه كمان، احط في منتصف الاضلاع بتاعته ايه نودز وكده. فبيقول ان السمول اليمنتس وفي بعض الاحيان بتبقى هاير اوردر، بتبقى مناسبه لما تكون الريزلتس تغير في النتائج بيكون سريع، بيكون ايه changing rapidly، لما بيكون التغير في الاجهادات الدروب سريع، فبحتاج هنا ان انا اقلل العناصر عشان اقدر اشوف التغير السريع دوت. لما بيكون عندي مثلا تشينج في الجيومتري، يعني مثلا كان المسألة كان الجيومتري كبيرة بقى كان فيها فتحة فالجيومتري قلت، او عندي في سبورت او عندي في كونسنتريتد لود، لما التغيرات اللي هي بتدي تغير سريع في الإجادات بيبقى انا يعني بيلزمني ان انا اصغر العناصر وكده. يعني يمكن في سؤال بسيط، انا عندي كونسنتريتد لود، وطبعا عند الكونسنتريتد لود في تو اليمنتس بينهم خط اللي هو الكومون اللي هو بيبتدي من نقطة سي. طبعا انا كنت بقترح، طب في مشكلة لو احنا غيرنا الحتة اللي انا عامل عليها كلاود ديت وخليت الخط اللي هو واصل بين التو اليمنتس اللي عند كانوا متوصلين من خلال الخط اللي بيبتدي بسي، ان انا اعكس ويبقى الشكل ده، هل واحد ولا اللي هو معمول اصلا هو الافضل؟ يعني نحاول كده نفكر، وطبعا يعني هنرجع للكلام ده تاني قدام شوية ونبدأ نتناقش اي الوضعين احسن وكده. نرجع بقى للجزء التاني اللي هو الخاص بالاليمنت تايب. احنا خلاص قسمنا عناصر صغيرة وعناصر كبيرة ومفيش مشاكل، وخلصنا التقسيم وانتهينا بيه، وحولنا الجسم اللي هو مثلا كان كونتينوس مثلا لديسكريت اليمنتس، لاليمنتس متقطعة او متوصلة وكده، او حولنا التراس مثلا لمجموعة من الايه من الخطوط، مجموعة من العناصر، او عندي جسم مثلا في 3 دي حولته لمجموعة برضو من العناصر اللي هي على شكل فوليوم او على شكل 3 دي. الاليمنت تايب ده مهم جدا، الاليمنت تايب. فانا مثلا قلت اول خطوة انا بشوف ايه المناسب، ان العنصر يبقى خط ولا سطح ولا حجم، ده اول قرار. طب خدت قرار ان هو خط، ابدأ اشوف ايه المناسب، هل هو تراس ولا بيم ولا فريم ولا جريد. لازم كده يعني الاول القرار الاولاني اقول العنصر خط ولا سطح ولا حجم. القرار التاني خدت قرار ان العنصر على شكل خط، ابدأ اشوف هل هو بيم ولا تراس ولا فريم وهكذا. بالنسبة للعناصر اللي على شكل سطح، طبعا احنا عندنا في نوعين، اللي هو التريانجلر اللي هو المثلث، وعندي الرباعي اللي هو الكوادراتيك اللي هو اربع اركان. وبالنسبة طبعا لل3 دي احنا عارفين ان احنا قلنا قبل كده عندي نوعين، النوع اللي هو التتراهيدرال اللي هو زي الهرم اللي هو الرباعي، وعندي السداسي اللي هو ايه الهكزا هيدرال. نبتدي كده، يعني احنا لسه بنتكلم على الاليمنت تايب، نوع العنصر. هنبتدي بالوان دايمنشنال اليمنتس، بالعناصر اللي هي وان دايمنشنال، اللي هي لاين اليمنتس، اللي هي هنقول عليه بار اليمنت او لاين اليمنت، زي الايه زي يعني يمكن المسمى او الوصف الافضل ان هنقول عليها لاين اليمنتس، على شكل خط، عناصر على شكل خط زي الوان دايمنشنال اللي هي اتجاه واحد، يعني اللي هو بنقول عليه وان دايمنشنال. فاللاين اليمنتس زي البار اليمنت، زي التراس اليمنت، زي البيم، زي الفريم، زي الجريد. طبعا اي اليمنت او اي جسم في الطبيعه، حتى وان كان يعني انا بشوفه من بعيد كده زي الرسم اللي قدامنا اللي هو البار اليمنت ده اللي هو واصل بين نود واحد ونود اتنين، حتى لو شفته من بعيد كانه لاين، لكن ليه كروس سيكشن، ليه كروس سيكشن. وبالتالي انا لما باجي امثل الاليمنت اللي قدامي دوت مع انه هو في 3 دي، يعني اي اليمنت هتلاقيه في النهايه هو في 3 دي، لكن ممكن الاقي مثلا الطول بتاعه هو الغالب شويه، الطول واضح، انما الكروس سيكشن صغير اذا انا قارنته ايه بالطول، فانا مجازا بقول عليه لاين او بوصفه كانه لاين،
بس لازم ادي للبرنامج ايه، يعني لو انا اديت للبرنامج اللاين اللي هو السنتر لاين بقى، احنا طبعا بناخد السنتر لاين، فانا بمثل البار اليمنت ده بخط بيوصل ما بين واحد وما بين اتنين، لكن اقوم قايل زائد وادي للبرنامج الكروس سيكشن سواء كان دايره او مربع او مستطيل او اي شكل. يبقى ما ينفعش اعمل لاين بس، لا، يبقى اللاين وبضيف له ايه، بضيف له ان انا بدي له الكروس سيكشن. طبعا احنا عارفين ان اي خط مستقيم عشان اعرف الخط مستقيم محتاج نقطتين، اللي هي النود اللي في الاول والنود اللي ايه اللي في الاخر. يبقى يلزم لتعريف اللاين تو بوينتس او تو نودز، اللي هي الستارت والاند. لكن طبعا في درجات اعلى بقى، ان احنا قلنا في حاجه اسمها هاير اوردر اليمنت. هاير اوردر يعني ممكن ايه، اجي اضيف ايه مثلا نود في النص، يبقى الاليمنت بدل ما كان متعرف بتو نودز، واحده في الاول واحده في الاخر، لا، ممكن يبقى في نود في النص. طبعا في الحاله دهيت احنا طبعا عارفين ان اي كيرف عشان اعرف الكيرف لازم 3 نقط، انما الخط بيتعرف بنقطتين، يعني الخط المستقيم عشان اعرفه لازم نقطتين واوصل بينهم، بيديني خط بالمسطره كده. لكن الكيرف لازم، عشان اعرف الكيرف لازم يبقى فيه 3 نقط، لان النقطه الوسطانيه او الثالثه بتبقى لازمه عشان الكيرف يمر بيها وكده. المهم انا عندي مستويات برضو، عندي فيه ان هو يبقى لينير يعني خط، في لو هو هاير اوردر هاير اوردر وزودت بعض النودز ممكن بقى يبقى ايه معادله من الدرجه الثانيه، يبقى كيرف يعني داله تربيعيه، كوادراتيك مثلا، ممكن يبقى كيوبيك داله تكعيبيه وكده. طبعا قدامنا عباره عن سبيس فريم مثلا، والسبيس فريم ده في النهايه انا حولته يعني عملت ديفايد يعني قسمته الى اليمنتس، مثلا اليمنت 2 والاليمنت 1 والاليمنت 3 والاليمنت 4، قسمته كل العناصر. يبقى الجزء الاولاني اللي هو ديسكريتايز، بعد كده باجي لكل عنصر واحط عليه ليبل كده او كارت صغير، اكتب على العنصر دوت نوعه ايه، اسمه ايه، بيم ولا تراس ولا فريم ولا جريد وهكذا. نتنقل طبعا من ال 1 دايمنشنال لل 2 دي. 2 دي بقى مستوى اللي هو بنقول عليه بلانر اليمنت، اليمنت في مستوى، اليمنت في مستوى. احنا قلنا في ال2 دي بيبقى عندنا في نوعين، اللي هو التريانجولر اللي هو بيبقى عباره عن 3 اركان اللي هو المثلث، وممكن يبقى كوادراتيك اللي هو كوادري لاترال اللي هو الرباعي الشكل الرباعي. طبعا ما بنقولش عليه بقى مستطيل ولا مربع، لان طبعا ممكن ياخد اي شكل، الزوايا ممكن تختلف، فبنقول عليه شكل ايه، شكل رباعي. طبعا سواء كان مثلث او كان شكل رباعي بيبقى الاليمنت واقع في مستوى اللي هو مستوى الورقه، والاحمال بتبقى واقعه برضو في نفس المستوى بتاع الورقه، زي مثلا زي الديب بيم كده. لو انا عندي ديب بيم بتلاقي الديب بيم راسي والاحمال برضو واقعه في نفس المستوى الايه الراسي، كله بنقول ان بلين، كله واقع في نفس المستوى. وبالتالي هقابلنا بعد كده في بعض الشباتر في حاجه اسمها بلين ستريس، نوع من المسائل اسمه بلين ستريس، ونوع تاني من المسائل اسمه بلين سترين. لكن في النهاية ده بلين وده بلين، يعني كل حاجة واقعة في مستوى، المسألة واقعة في مستوى والأحمال واقعة في نفس ايه مستوى المسألة. طبعا لو انا جيت على الاليمنت اللي هو الثلاثي او الرباعي وجيت ضفت في منتصف كل ضلع كده نود، فبيديني بقى الايه اللي هي الاليمنتس اللي هي الهاير اوردر، المستوى الاعلى اللي هو بيحسن النتائج، وبالتالي بيبقى الاليمنت بيبقى كوادراتيك. كوادراتيك element يعني كأنه حاجة تربيعية، يعني كأن العلاقة ما عادتش لينير، ما عادتش علاقة خطية. وطبعا واضح في الرسم ان ده مثال ومتقسم ل elements، وال elements كلها النوع اللي هو الثلاثي اللي هو triangular، وطبعا واضح في اماكن ال elements فيها في variation في السايزز بتاعت ال elements، في elements صغيرة اللي هي قريبة من الفتحة في تركيز في الإجهادات، بعد كده ببدأ أنقل بقى الإلمنتس كبيرة شوية، يعني الأماكن اللي ما فيش فيها مشاكل تبقى الإلمنتس بتاعتها كبيرة، الأماكن اللي عندها ستريسز وعندها التغير في الجيومتري عندها سبورتس بتبقى الإلمنتس بتاعتها صغيرة، عشان بيبقى فيه كونسنتريشن في الإجهادات، فبضطر أعمل فوكس شوية عشان أقدر أشوف الإيه، اقدر اشوف النتائج. اخر حاجه اللي هو بقى ايه، ان انا اتنقل لل 3 دي، ان الاليمنت يكون في ال 3 دي. في ال 3 دي اصبح المحاور الثلاثه موجوده، اصبح الطول والعرض والارتفاع موجودين. يمكن كان في ال 2 دي كان بيبقى عندي الطول والعرض، لكن السكنس ملوش قيمه قوي، السكنس صغير مش باين، فانا بشوف الجسم من بعيد كانه سطح،
لكن مش معنى ان هو سطح او انا قربته لسطح، لان هو في النهايه له سيكنس، يعني هو 3 دي، مش معنى ان انا قربته لسطح، لا، يبقى لازم اقول للبرنامج كده، ادي له السطح واقول زائد ايه بقى، وازود السيكنس، ازود السيكنس زي ما قلت في اللاين اليمنت، اديت له الخط وقمت مزود عليه ايه الكروس سيكشن، هنا هزود السيكنس. في ال 3 دي بقى مش محتاج ازود حاجه، لان الابعاد الثلاثه اصبحت ايه موجوده. وعندي طبعا النوع اللي هو الرباعي اللي هو الهرم يعني، واللي هو التتراهيدرال، وعندي السداسي اللي هو الهكساهيدرال. وطبعا انا هنا في ال 3 دي، وفي احيان كتيره بنقول على الاليمنت ده بنقول عليه بريك اليمنت، لانه شبه يشبه قالب الطوب، بريك اليمنت. وطبعا ممكن برضو ازود عدد النودز، يعني ممكن اجي في منتصف كل ضلع واحط نود زياده، وممكن اجي في وسط كل سطح واحط نود زياده، ومع انه نفس الشكل سداسي او رباعي، لكن ده بيبقى هاير اوردر، بيبقى ايه مستوى اعلى، بيحسن النتائج. ممكن قدامنا صوره واضحه لجسم 3 دي ومتقسم الى العناصر. في جزء بسيط برضو، يمكن احنا اتكلمنا على البلين ستريس والبلين سترين وعلى ال 3 دي، في حاجه اسمها اكسسيمتريك، ده طبعا هناخد شابتر كامل على الاكسسيمتريك، بس يمكن استكمالا للكلام يعني اكسسيمتريك معناه ايه، الكلمه نفسها اكس من اكسس يعني من محور، وسيمتريك معروف من سيمتري يعني، يعني تماثل حوالين محور، بيكون عندي فيه في المساله تماثل تام في كل شيء حوالين محور، تماثل في الاحمال، تماثل في الخواص، تماثل في الباوندري كونديشن، تماثل تام في كل شيء، وكأن المساله جايه من دوران جسم حوالين محور 360 درجه. يعني لو انا عندي خط مثلا ولففته 360 درجه حوالين محور راس زد، هيقوم الخط ده يرسم سطح. ولو عندي نقطه، لو انا بصيت للنقطه اللي فوق دي ولفت 360 درجه بترسم خط. ويمكن الشكل اللي تحت، لو انا عندي سطح على شكل مثلث 1 2 3 والسطح ده لف 360 درجه حوالين المحور، فهيرسم حجم. فدي يعني يمكن بنقول عليها السطوح الدورانيه، ممكن اخذنا مثلا خزانات اللي بنقول عليها السيرفيس اوف ريفوليوشنز، كل ده اكسسيمتريك. بس طبعا عشان الاكسسيمتريك ده يتحقق لازم يكون في تماثل في كل شيء، الاحمال، الشكل، الباوندري كونديشنز وكده يعني. نيجي بقى للستيب رقم 2، يمكن هنقف شويه مع الستيب رقم 2، الستيب رقم 2 مهمه. الستيب الاولاني احنا قسمنا المنشأ لعناصر، وقلنا اسم العنصر، ادينا للعنصر اسم او تايب، يعني قسمنا قطعنا المساله الى مجموعه من العناصر، وقمت واخد عنصر كده وقلت له مثلا او كتبت عليه ان هو مثلا تراس اليمنت. الستيب رقم 2 بقول الاليمنت دوت هيتحرك ازاي، هيمشي ازاي، يعني لما ياثر لودز على المساله الديفورميشنز هتتكون ازاي، شكل المسار الحركه لكل اليمنت، يعني كان انا برسم له خط سير يمشي فيه، هل هو هيمشي في كانه معادله من الدرجه الثانيه، كانه كيرف كده والكيرف بينحني، ولا حاجه خطيه كده زي التراسز مثلا لينير يعني. يبقى الفكره في ستيب رقم 2 ان انا اللي هفترض خط سير او خط سير لكل عنصر، هفترض داله هو بيتحرك من خلالها، كان عامل له مسار زي قضيب القطر كده، انا بعمل قضيب والقطر بيمشي عليه خلاص هو محكوم بالمسار. فانا نفس القصه يعني، انا اللي هفترض المسار لكل اليمنت وبعدين هو بيتحرك من خلال المسار. فطبعا انا مش هقدر افترض للعنصر الاكزاكت المسار الاكزاكت، لان صعب طبعا، انا بفترض، فطالما في فرضيات وفي اسامبشنز وكده، اكيد في النهايه الديسبيسمنت فانكشن اللي انا هفترضها اكيد هتبقى ابروكسيميت، مش هتبقى اكزاكت، مستحيل، لان انا مش عارف يعني، ما عنديش كل البيانات الكافيه، انا مش هسال الاليمنت واقول له انت عاوز تمشي ازاي او هتمشي ازاي وهيدلني، لا انا بفترض، وطالما بفترض يبقى في اسامبشنز، في النهايه هو ابروكسيميت، فبالتالي عمري يعني ايه ما هوصل للاكزاكت، لكن انا بحاول اقرب من الايه من الاكزاكت. فلو انا افترضت مثلا ان انا عندي فريم مثلا 200 فريم وعليه حمل افقي وعليه احمال يونيفورم راسي وكده، فبعد شويه هلاقي فيه ديفورمد شيب، الاقي ايه هي اي داش وبي هي بي داش، لان ده طبعا هنجد، وبعدين هلاقي سي راحت لسي داش ودي راحت لدي داش، وطبعا حصل ديفورميشنز
وحصل انحناءات بالشكل اللي قدامي، ولاقي نقطة سي مشت أفقي ونزلت رأسي وحصل روتيشن، الزاوية اللي كانت مثلا فيها ضلع أفقي وضلع رأسي لفت شوية، والمنبر سي داش دي داش أصبح يعني خد شكل جديد إذا أنا قارنته بالسي دي. هو ده اللي أنا أقصده، اللي أنا عاوز أجيب للمنبر سي داش دي داش. طبعا أنا هكون عارف سي مشت قد إيه أفق ورأسي وحصل روتيشن قد إيه، ودي داش برضو مشت قد إيه أفق ورأسي، لكن لو أنا عارف الحركة بتاع سي اللي وصلتها لسي داش والحركة بتاع دي اللي وصلتها لدي داش أوصل بينهم بخط، لأ ممكن الخط ما يبقاش مناسب. طب ايه العلاقة بقى اللي هتوصل ما بين سي ودي داش؟ هي دي عبارة عن ال displacement function، اللي هي العلاقة اللي انا اقدر اعمل interpolation واقدر اجيب بمعلومية الحركة عند سي ومعلومية الحركة عند دي، اللي هو المسافة اللي بينهم اللي من سي داش الى دي داش. فطبعا انا لو اخدت بيم element يعني كمثال، فانا عندي في البيمز طبعا بنهمل الاكسيال، فبيبقى عندي في شير وعندي مومنت، والنود التانية عندها شير وعندها مومنت، وبالتالي عندي في 2 ديجريز اوف فريدم اللي هو الديفليكشن والروتيشن عند واحد وعند اتنين، وهفترض ان البيم الافقي ده بعد شويه هيحصل له ديفورميشنز وهيبقى فيه كيرف كده، والكيرف ده انا كاتب عليه ايه ديفورمد شيب، وهلاقي ان اي نقطه على الكيرف اتحركت مثلا ديفليكشن مسافه مثلا سي في اوف اكس. هنا انا بقول في اوف اكس، طبعا احنا قايلين ان دايما الاتجاه واي هيبقى الحركه معاه اسمها في، طبعا اثناء يعني واحنا شغالين دلوقتي ساعات هنقول في وساعات هنقول الدي واي، فمش فارقه الدي واي يعني الحركه في اتجاه واي والفي يعني الحركه في اتجاه واي برضو، وساعات هتلاقينا بنقول على الزاويه ثيتا وساعات هنقول عليها فاي، لكن في النهايه يعني ايه نخلي بالنا انه واحد يعني الرمزين بيوصلوا نفس النتيجه. فانا بقول ان اي نقطه اتحركت فاتحركت لاعلى او لاسفل على حسب، دايما بنفترض الحركه في الاتجاه الموجب، فانا اقول اي ان انا عاوز قيمه الفي عند اي مكان اكس، هفترض ان انا ابتديت من عند نود واحد ماشي لغايه نود اتنين، لو المنبر طوله ال يبقى اكس بتتغير من صفر لغايه ال، يبقى انا عندي في اوف اكس اللي هي قيمه الداله عند الايه عند المسافه اكس. ففي الحالة دي أنا محتاج أجيب دالة اسمها في اوف اكس، الدالة دي أقدر عن طريقها لو أنا عوضت بإكس أقدر أحسب الديفليكشن في أي مكان من زيرو لغاية ال L. طيب والروتيشن اللي هو الروتيشن عند أي مكان، طيب ما هو الروتيشن عبارة عن إيه؟ لو أنت بصيت للديفورمد شيب دوت، لو اعتبرنا ده يعني شكل عام كده يعبر عن الديفورمد شيب اللي هيحصل للمنبر، نود واحد عندها حركة رأسية في واحد عندها روتيشن ثيتا واحد، نود اتنين عندها حركة رأسية في اتنين عندها روتيشن ثيتا اتنين، في أي نقطة in between طبعا هيبقى عندي الدالة اللي هي في اوف اكس، القيمة في اوف اكس يعني انا لما بعوض عن قيمه الداله في اوف اكس عند واحد يطلع في واحد، ولما اعوض بقيمه الداله في اوف اكس عند نود اتنين يطلع في اتنين. طب الروتيشن عباره عن ايه؟ لو انت شفت كده انا واخد مثلا لو خدت مماس في اي نقطه، مماس لو خدت مماس ونسبته للديتم اللي هو كان افقي في البدايه، هلاقي الزاويه اللي هو الروتيشن هو عباره عن التغير في الراسي على الافقي. طيب التغير في الراسي اللي هو ايه؟ اللي هو التغير في الفي، يبقى اللي هو التغير دي في اوف اكس، دي في اوف اكس اللي هي الداله في اوف اكس اللي هو التغير في الراس على التغير فين؟ في الافق. يبقى انا ممكن من داله واحده اللي هي في اوف اكس اللي هي الداله في اوف اكس اقدر اجيب الروتيشن بان انا بفاضل الداله بالنسبه لاكس، يبقى انا هعمل داله واحده كفايه اجيب منها الديفليكشن، وبالتالي لو فضلتها عند اي قيمه اكس اقدر اجيب الروتيشن في نفس الايه؟ في نفس المكان. طيب يبقى انا هنا بقول ايه؟ بقول تشوز اختار او اختر يعني a displacement function within each element using the nodal values of the element، يعني انا هقدر اعمل displacement function تطلع لي displacement within الاليمنت جوه الاليمنت في اي نقطه داخل الاليمنت، بس عن طريق مين؟ عن طريق الـ القيم بتاعت displacement اللي عند النودز اللي هي nodal values of the element.
طبعا الدالة دهيت ممكن تبقى لينير. لينير يعني ايه؟ يعني دالة خطية. بس الدوال الخطية ديت يعني يمكن مناسبة شوية في حالة التراسز زي ما هنشوف لما ناخد الشابتر بتاع التراسز. وممكن تبقى كوادراتيك يعني تبقى دالة تبقى تربيعية درجة تانية يعني. وممكن تبقى كيوبيك، كيوبيك يعني من الايه، من الدرجة التالتة. وفي النهاية كل الدوال دي يعني هم وجدوا ان افضل نوع من انواع الدوال اللي ممكن اعمل بيه الديسبيسمنت فانكشن اللي هي الدوال البولينوميالز اللي هي كثيرة الايه الحدود، يعني حد زائد حد زائد حد وهكذا. وقالوا ان هي يعني مناسبة وسهلة، يعني اللي هي الدوال البولينوميالز فانكشن سواء كانت لينير كوادراتيك كيوبيك بتبقى ايه سيمبل وبتدي نتائج كويسة. طيب خلاص خلينا بقى ايه نفترض ان احنا خلاص هنعمل دالة، هفترض دالة. فانا هفترض دالة للديفليكشن في اي مكان اكس على طول الكاميرا من نود واحد لنود اتنين، فبنقول في اوف اكس يعني الديفليكشن فانكشن في الاكس يعني بيعتمد على المكان هيساوي انا عملت دالة بولينوميال ادي ترم زائد ترم اربعة ترمز اربع حدود ماشي، يبقى انا حققت الداله البولينوميال. طب اعلى حد فيها الاس بتاعه كام؟ الاس 3، يبقى الداله ديت ايه كيوبيك، داله كيوبيك. طبعا هنعرف دلوقتي ليه اربع حدود وليه في حد منهم إيه بدون مش مضروب في اكس يعني، وفي جزء مضروب في اكس واكس تربيع واكس تكعيب. ده طبعا شكل الكاميرا في الحاله العامه. انا عندي بيم واحد اتنين، عندي 2 ديجريز اوف فريدم ام واحد فاي واحد، وعندي حركتين اف واحد واي او اف واحد في وفي واحد. يعني مش عاوزين نتلخبط، احنا قلنا الرأسي اما ان انا اسميه واي او في، والروتيشن اما اسميه فاي او ثيتا. المهم في الاخر خالص انا عاوز اجيب داله اسمها في اوف اكس اقدر منها اعرف الديفليكشن في اي مكان. ولو انا فضلت الداله بالنسبه للمسافه اقدر اجيب الروتيشن عند نفس الايه، عند نفس المكان. واحنا قلنا من شويه ان في داله عباره داله بولينوميال كيوبيك وفيها اربع حدود والحد الرابع منهم لوحده كده مش مضروب في، مش مضروب في اكس. لكن هم طبعا طالما الموضوع بقى فيه فرض وان مفيش حاجه اكزاكت، فعشان يخلونا نفترض داله يعني تكون قريبه من الواقع وكده، فحطوا ايه جايد لاينز، ادونا جايد لاينز. فبيقول consider the following guidelines and they are related to the one dimensional par element. يعني الكلام اللي جاي ده هيبقى مناسب مع البار element، مع اللاين elements زي البيمز والفريمز والتراس. لكن طبعا في ال 2 دي اكيد الكلام ده مش هينفع، واكيد هيبقى في اسلوب تاني او في ابروتش تاني نقدر نعمل بيه الديسبيسمنت فانكشن. اذا في جايد لاينز اربعه، بس الاربعه دول زي ما بيقول يمشوا مع مين؟ مع اللاين elements او البار ايه البار element. نشوف الجايد لاينز اللي هي مهمة جدا ونحاول ان احنا ايه نحققها وكده، لان تحقيقها هيخليني ايه يعني النتائج تبقى قريبة من الواقع. اول جايد لاين بيقول ايه الدوال الشائع استخدامها بتكون بولينوميالز كثيرة الحدود. طب واحنا طبعا ايه محققين الكلام دوت كويس. وبيقول ايه بقى؟ طيب انا عندي في ايه واحد وايه اتنين وايه تلاتة وايه اربعة. طب ليه اربعة؟ ليه اربع ترمات ايه واحد لغاية ايه اربعة؟ فبيقول ان الاي اي يعني ايه الاي اي اي دي بتربط لعدد الاي، حيث الاي بيساوي توتال نمبر اوف ديجريز اوف فريدم. انا عندي هنا تو نودز في البيم، في تو نودز، نود واحد ونود اتنين، وكل نود عندها تو ديجريز اوف فريدم، عندها ديفليكشن وروتيشن، ديفليكشن وروتيشن. يبقى عندي التوتال نمبر اوف ديجريز اوف فريدم في البيم اليمنت اللي قدامي هيبقى 2 في 2 بكام؟ ب 4. يبقى لازم يكون في الداله بارامترز اللي هي من A1 لغايه A4. طيب كويس انا محقق الكلام ده. طيب الشرط الثاني بيقول ان الداله should be continuous within the element. لازم الداله تكون مستمره داخل الاليمنت، يعني وزن الاليمنت اللي هو من نود واحد لنود اتنين زي ما احنا شايفين في السيمبل بيم لازم يبقى فيه كونتينيوتي. لازم الديفورمد شيب يبقى زي الخط اللي هو الدوتد، ما ينفعش الخط اللي هو السوليد. ليه؟ الخط السوليد مش مستمر، في حصل فيه ابرابت تشينج، في تغير فجائي ما ينفعش. لا انا محتاج ان يبقى فيه كونتينيوتي وذن الاليمنت. كويس يعني يعني في الغالب البولينوميال هتحقق لي الكلام ده. طيب نيجي للشرط الثالث بيقول ايه؟ بيقول ان المفروض ان الداله اللي انت افترضتها
تحقق الكونتينيوتي بقى مش وزن الاليمنت بس، لا ده بين الاليمنت واللي جنبيه اللي هو الانتر اليمنت كونتينيوتي، يبقى في كونتينيوتي ما بين العناصر. يعني مثلا في بدايه المساله او الجسم اللي قدامي ده، انا مثلا قسمته العناصر، لكن الجسم ده كان متصل قبل ما يتقسم لعناصر، كان جسم كونتينوس حته واحده كده، يعني ماتيريال واحده وجسم واحد. مش معنى بقى ان انا قسمته العناصر وبعدين العناصر متصلة ببعضيها عند الايدجز وعند النودز، وبعدين احل المسألة وبعد ما احل المسألة الاقيهم انفصلوا عن بعض، لا ما ينفعش. ما ينفعش مثلا بعد ما احل المسألة ويبقى عندي فيه تو اليمنتس الاقي فيه فراغ ابيض كده، فيه جاب، ولا ينفع يبقى فيه اوفرلاب ان الاتنين يدخلوا عند بعض، لا لازم الخط اللي بينهم يفضل برضو ايه، يعني يفضل الوصلة بينهم تبقى موجودة. الاقي التو اليمنتس متوصلين ببعض، لا في تداخل اوفرلاب ولا في جاب، ومفيش بينهم ايه، مفيش بينهم جاب. الكلام ده لازم يتحقق. واضح من الشرط الثاني والشرط الثالث ان العنصر لازم يكون في استمرارية داخل العنصر واستمرارية بين العنصر والعنصر المجاور ليه. قالوا ان الشرطين دول لو اتحققهم بنقول على الدالة ان هي كومباتبل، كومباتبل يعني الكومباتبيلتي متحقق، او بنقول عليها كونفيرمينج فانكشن. يبقى لو سألني سؤال قال لي يعني ايه كومباتبل فانكشن او كونفيرمينج، فمعنى ان الداله كومباتبل او كونفيرمينج ان هي ان في كونتينيوتي زي الشرط الثاني ما بيقول within الاليمنت والانتر اليمنت كونتينيوتي، وفي بين الاليمنتس وبعضيها في كونتينيوتي، يعني مفيش جابس ولا اوفرلاب. اخر شرط اللي هو الشرط الرابع شرط مهم جدا، ويمكن احنا يعني كنا قدمنا ليه قبل كده في بعض المحاضرات. الشرط بيقول ايه؟ بيقول ان المفروض ان من الجايد لاينز ان الداله اللي انا هختارها اللي هي displacement function allows for rigid body motion، تسمح بريجيد بودي موشن. احنا عارفين rigid body motion اللي هي الكونستانت موشن. كونستانت موشن ما بتعملش انفعال، ما بتسببش انفعال، جسم ماشي كانه rigid، بيمشي بيتنقل مسافه بيلف بزاويه، لكن ما بيحصلوش deformations. يبقى انا قلت قبل كده لو انا عندي ستريت بار وعليه يونيفورم لود وماشي في الهواء كده، فاللود بيحركه ويفضل ماشي ماشي مسافة مثلا سي دلتا واحد، لاقي كل البوينتس بتاعت البار اليمنت بتمشي نفس القيمة اللي هي دي واحد، كأنه ريجيد بادي وده كونستانت موشن، وبالتالي ما يحصلوش حاجة. اول ما يقابل يعترضوا سبورت زي اللي قدامنا في المنتصف، هيبدأ يحصل هنا ايه deformations، يبدأ يحصل انحناء، يحصل bending. ال displacement ال relative اللي حصل عليها ال bending هي دي 2 او دلتا 2. يبقى انا عندي هنا total displacement لأي جسم المفروض يكون عبارة عن مجموع جزئين، جزء constant motion وجزء relative. فالمفروض انا لما اجي افترض داله في اوف اكس مثلا، لازم يكون جوه الداله جزء او تيرم يعبر عن الريجيد بودي موشن، والا تبقى الداله ناقصه، تبقى الداله ناقصه ما تبقاش داله كامله. وبالتالي بيقولوا ايه، ان الداله اللي بتحقق الشرط الرابع بتبقى كومبليت فانكشن، بتبقى داله كامله، لان انت فعلا عبرت عن كل شيء، حتى دخلت معاك الجزء اللي هو بيوصف ريجيد بادي، ريجيد بادي موشن. فممكن برضه تسأل سؤال يعني ايه كومبليت فانكشن، يعني داله فيها تيرم بيعبر عن الريجيد بادي موشن. وطبعا لما بتبقى الداله كومبليت بيبقى بيحصل كونفرجنس للنتائج، النتائج ما بتتباعدش، بتتقارب، والحل بيخلص وبينتهي وبتطلع نتائج كويسه. الشرط فين بقى، او فين العنصر في الداله اللي بيعبر عن الريجيد بادي موشن؟ احنا قلنا ريجيد بادي موشن يعني كونستانت موشن، يعني هو تيرم، يعني حاجه كونستانت. كونستانت يعني لما فاضلها التفاضل يطلع بكام؟ يطلع بصفر. ففعلا لو انت بصيت في الداله اللي هي في اوف اكس هتلاقي اخر ترم اللي هو 4، لو انت جيت تفاضل الداله بالنسبه لاكس في اخر ترم مش مضروب في حاجه، فهيطلع بصفر. ليه؟ لانه كونستانت. يبقى الترم ايه 4 والترم اللي بيعبر عن الريجيد بادي موشن بس في اتجاه في اتجاه الديفليكشن،
طيب ما انا بقول انا عندي روتيشن، ما هو برضه المفروض يبقى في جزء يعبر عن الريجيد بادي موشن بالنسبه للروتيشن. طب الروتيشن بيجي ازاي من الديسبيسمنت في اوف اكس؟ ان انا افاضل الداله بالنسبه لاكس، لما تفاضل الداله بالنسبه لاكس هتبقى الاكس تكعيب هتبقى 3 اكس تربيع، والاكس تربيع هتبقى 2 اكس، والاي 3 اكس هتصبح اي 3. اذا لما فضلت الداله جبت داله جديده للروتيشن بقى فيها ترم كونستانت اللي هو ايه 3. اذا الايه 3 يعبر عن الريجيد بادي موشن بالنسبه للروتيشن. ليه؟ لان لو فضلت تاني هيطلع تفاضله بالصفر. طيب تعال نشوف بقى ايه. خلاص احنا افترضنا داله في اوف اكس بولينوميال كيوبيك، عدد الترمات بتاعها بتساوي عدد الديجريز اوف فريدم التوتال، 2 عند 1 و2 عند 2 يعني 4، فيها جزء ايه 4 يعبر عن الريجيد بادي موشن. انا عاوز بقى اجيب الداله، عاوز اتخلص من ايه 1 وايه 2 وايه 3 وايه 4 واجيب القيم بتاعتهم عشان يبقى الداله عندي مفيش فيها مجاهيل. طب نجيب ايه 1 لايه 4 عن طريق مين؟ عن طريق الباوندري كونديشنز. ايه هي الباوندري كونديشنز؟ يبقى لازم يكون عندي 4 باوندري كونديشنز عشان اجيب 4 مجاهيل اللي هم من A1 لغايه A4. ايه هي الباوندري كونديشنز؟ الباوندري كونديشنز هتكون عند نود 1 وعند نود 2. طيب عند نود 1 انا لو عوضت يبقى اكس بصفر، يبقى في اوف اكس لما اكس بتساوي صفر. طب قيمه الديفليكشن عند نود 1 هيطلع هو مين؟ هيطلع هو الفي 1، هو الديفليكشن اللي هو في اتجاه ايه الواي اللي هو في 1. طيب لو انا عوضت عن اكس بال يبقى رحت لنود 2، يبقى الفي اللي هو الديفليكشن او الحركه الرأسيه لما الاكس تساوي ال يطلع الديفليكشن او الحركه الرأسيه عند نود 2 اللي هو اسمه ايه؟ اسمه في 2. طيب هفاضل الداله دي في باي دي اكس، التفاضل الداله اللي هو الروتيشن. طيب عند اكس بتساوي صفر يبقى الروتيشن اللي فين؟ اللي عند نود 1، يبقى ده قيمه الروتيشن. طب الروتيشن عند نود 1 اللي هو عند اكس بتساوي صفر هيساوي مين؟ هيساوي الفاي 1. يبقى ده الكونديشن الثالث. الكونديشن الرابع ان انا فضلت الداله اللي هي دي في باي دي اكس يعني ده الروتيشن، فعند اكس بال يبقى ده الروتيشن عند نهايه الايه الممبر عند نود 2، والروتيشن عند نود 2 هو عباره عن مين؟ عباره عن فاي 2. طيب انا عندي 4 كونديشنز، بس مره بعوض عند اكس بصفر اجيب في وفاي، ومرة اعوض عن اكس بال اجيب في 2 وفاي 2. تعالى بقى نعوض في الدالة اللي هي العامة اللي احنا فيها 4 حدود. لما احط الفي اوف صفر يعني اكس بصفر هلاقي الترم الاولاني هيطير، والترم التاني هيطير، والتالت هيطير، هيتبقى ايه 4. ايه 4 وانا عندي قيمة الدالة لما في كانت بصفر هي في 1، هي في ايه الحركة في 1. يطلع من هنا ان البارامتر A4 يساوي V1. افاضل الدالة يبقى جبت الروتيشن، اعوض عن اكس بصفر. لما اعوض عن اكس بصفر طبعا الترم الرابع خلاص هيطير، لان لما بتفاضل الدالة اصلا اللي هو دي في باي دي اكس يبقى A4 خلاص اتشالت ويبقى A3 لوحده. لكن لما تحط اكس بصفر يبقى الترم الاولاني والترم الثاني هيروحوا. يبقى قيمة الدالة التفاضل بتاع الداله لما اكس بتساوي صفر كان يساوي فاي 1 اللي هو عند النود الاولاني، هيطلع يساوي ايه 3. يبقى كده جبت انا ايه 4 وجبت ايه 3. طب ايه 1 وايه 2؟ هعوض مره بقيمه الداله لما اكس تساوي ال واحط القيمه في 2 واعوض عن اكس بتساوي ال، يطلع لي معادله في مجهول في ايه 1 وايه 2. طبعا انا عرفت ايه 3 وايه 4، وارجع اعوض عن التفاضل بتاع الداله اللي هو الروتيشن اللي هو يساوي فاي 2 في النهايه، واحط الاكس بتساوي ال، طلع لي معادله ثانيه. احل المعادلتين مع بعض هجيب قيمه اي 1 واي 2. يبقى انا جبت اي 1 واي 2 واي 3 واي 4. ارجع اكتب الداله مره ثانيه بدلاله الاي 1 والاي 2 والاي 3 والاي 4. شوف كده انا الداله في افتح قوس مضروب في اكس تكعيب، مين اللي مضروب في اكس تكعيب؟ اللي هو الاي 1. يبقى كل اللي جوه القوس ده قيمه الاي 1، والقوس اللي بعديه اي 2 مضروب في اكس تربيع، والقوس اللي بعديه اي 3 واحنا مطلعين اي 3 تساوي فاي 1 مضروب في اكس، والاخر حاجه اي 4 كانت هي عباره عن الايه؟ عن الفي 1. يبقى انا كده جبت داله، يبقى هي دي الديسبيسمنت فانكشن، ما عادش فيه مجاهيل، اصبحت كلها بدلاله الفي 1 والفي 2 والفاي 1 والفاي 2 واكس. ليه؟ لان انا بعوض بقى بالاكس،
يعني عاوز تحسب عند اكس بمتر، ماشي حط اكس بمتر، اكس بصفر، اكس باتنين، اكس بتلاته، لغايه اكس بتساوي ال، اجيب قيمه الديفليكشن. يبقى انا اقدر من الداله دهيت ارسم الديفورمد شيب اللي قدامي من خلال ان انا اعوض واجيب الايه القيمه، اعوض واجيب القيمه واحط كل قيمه في مكانها واوصل يديني الكيرف. طب انا عاوز الروتيشن عند اي نقطه؟ افاضل الداله الايه؟ افاضل الداله الاول، اقول دي في باي دي اكس افاضلها، وبعدين اعوض تاني اقدر اعمل جدول تاني في قيمه الروتيشن عند اي مسافه اكس. طيب خلاص انا عاوز بس ابسط الداله دي شويه واكتبها في صوره يمكن اعيد ترتيب الداله بتاعت الفي، بدل ما هي مضروبه في اكس تكعيب واكس تربيع وكده، لا انا عاوز اخليها مضروبه في ايه، في واحد فاي واحد في اتنين، يعني اعمل كده فيكتور للديسبليسمنت اللي هو في واحد فاي واحد في اتنين فاي اتنين، واعيد ترتيب الداله بحيث الجزء الباقي احطه ايه، احطه لوحده في ماتريكس كده. يبقى يطلع في الاخر خالص ان الفي تساوي ان واحد وان اتنين وان تلاته وان اربعه مضروب في في واحد فاي واحد في اتنين فاي اتنين. انا طبعا لما اختصرت ورتبت وظبطت لقيت ان الان واحد ده رمز بيرمز لمعادله كبيره، والان اتنين والان تلاته والان اربعه، بس طبعا عشان لو انا كتبت دول كلهم هيبقى المساله معقده شويه، فانا اختصرتهم في صوره ان واحد وان اتنين وان تلاته وايه ان اربعه، واصبح عندي معادله لان واحد ومعادله لان اتنين ومعادله لان تلاته ومعادله لان اربعه. طبعا الكلام ده مش معمول كده، لا ده كان في وراه سبب، لان هم اكتشفوا ان واحد وان اتنين وان تلاتة وان اربعة دي حاجات لها معنى، وبالتالي حطوها في الصورة اللي هي ايه اللي هي قدامنا. طب تعال نجرب حاجة كده. لو انا رجعت تاني لنفس المعادلة دي اللي هي صورتها في الاخر ان الديسبليسمنت فانكشن بتساوي ماتريكس اسمها ان مضروبة في الديسبليسمنت اللي هو في واحد فاي واحد في اتنين فاي اتنين، يبقى دي الصورة العامة البسيطة ان الديسبليسمنت فانكشن لأي element بتطلع في النهاية ماتريكس اسمها ان اللي عناصرها ان واحد وان اتنين وان تلاتة وان اربعة في حالة البيم، مضروبة في الديسبليسمنت اللي هي عند نود واحد في واحد فاي واحد وعند نود اتنين في اتنين فاي اتنين. طب تعالى ناخد الكلام ده كله ونجرب حاجة كده. طيب انا عندي ال v اللي هي displacement function بتساوي ال n واحد وال n اتنين وال n تلاتة وال n اربعة مضروبة في ال v واحد فاي واحد في اتنين فاي اتنين. طب تعالى نجرب نخلي ال v واحد بواحد، يعني نخلي ال displacement الرأسي عند نود واحد بيونت، كأني بأثر بيونت ايه، بيونت displacement رأسي عند النود رقم واحد زي ما احنا شايفين في ايه في الكاميرا اللي هي فيكسد فيكسد الاولانيه، جيت عند البيم فيكسد فيكسد، جيت عند النود الاولاني وقمت متحرك مسافه راسيه قيمتها اليونت بحيث في واحد تساوي واحد. والفوق ليه؟ لان احنا بنقول دايما ان الاشارات الموجبه في الفنات المنت بيبقى الفوق موجب يمين موجب وعكس عقارب الساعه بالنسبه للروتيشن موجب. طيب لما انا حطيت في واحد بتساوي واحد، طبعا بقيت الحركات بصفار، هنا النود الثاني ما اتحركش عند الروتيشن بصفر وعنده الدي واي او الفي 2 بصفر، والنود الاولاني برضو عنده الروتيشن بصفر، يبقى الحركه الوحيده اللي حصلت اللي هي يونت فيرتيكال ديسبليسمنت عند نود واحد اللي هو في واحد واحد، والباقي بكام؟ والباقي بصفار. طب نضرب بقى كده الصف اللي هو ان واحد ان 2 ان 3 ان 4 في العمود اللي هو في واحد فاي واحد في 2 فاي 2، تلاقي كله بيضيع ويتبقى لك في الاخر واحد مضروب في مين؟ في ان واحد. فيطلع ان الديسبليسمنت فانكشن اللي هي اسمها في بتساوي مين؟ بتساوي ان واحد. كأن الديسبليسمنت فانكشن بقى اسمها ان واحد، يعني اقدر اقول بالراجع كأن ان واحد هو صورة للفي، هو شيب من الشيبس بتاعت الفي، كأنه يعني ممكن في الاخر نقول عليه شيب فانكشن. يعني لو قلنا على الفي ان هي ديسبليسمنت فانكشن هنقول على الان واحد او الان اتنين او الان تلاتة او الان اربعة، او في الاخر نقول عليها ايه، نقول عليها الان اي، يعني حيث اي ممكن تبقى واحد واثنين وثلاثة، ان ال n i دي عبارة عن shape function. يعني ايه shape function؟ يعني شكل، يعني ان واحد صورة من صور مين؟ من صور ال a ال v. يعني لو رجعت تاني للشكل العام اللي هو بتاع الدالة v، ده الشكل العام، ده الجنرال، في شكل خاص للدالة، يعني الدالة اللي فاتت ممكن تاخد الشكل اللي قدامي ده لما اسمح بيونت ايه؟ بيونت displacement. يبقى اذا ال n واحد هو شكل او صوره للداله في، بس بشرط ايه؟ ان انا حطيت يونت ديسبليسمنت راسي فقط والباقي بالايه؟ والباقي بصفار. اذا النتيجه اللي احنا هنطلع بيها ان ال n واحد وال n اتنين وال n تلاته وال n اربعه دي بتعرف بان هي شيب فانكشنز،
shape functions، يعني هي صور او اشكال للانتربوليشن فانكشنز، للديسبليسمنت فانكشنز، بشرط ان انا كل مره احط ديسبليسمنت من الاربعه بواحد والباقي بالايه بالاصفار. طبعا لو انا جيت مثلا سمحت بيونت روتيشن اللي هو فاي بتساوي واحد اللي هو التاني والباقي بصفار، هلاقي ان الفي تطلع تساوي مين؟ ان اتنين. ولو رجعت اثرت بفي اتنين بواحد هتلاقي ان الفي تطلع تساوي ان تلاتة، وبعد كده ان اربعة. يبقى ان واحد، ان اتنين، ان تلاتة، ان اربعة، ديت صور للدالة اللي هي في، بس كل صورة بتتحقق لما يبقى في حركة واحدة باليونت وبقية الحركات بالايه بصفر. طبعا الكلام ده يمكن مر علينا قبل كده. لو عندي بيم فيكسد فيكسد وعملت يونت ديسبليسمنت عند سبورت، او بيم فيكسد فيكسد وعملت يونت روتيشن عند سبورت وبعدين هعكس عند الايه النود رقم 2. طبعا كل الحركات انا بفترضها في الاتجاه الموجب، وسواء كانت روتيشن او ديسبليسمنت، واحنا قلنا في النهاية النتائج لو طلعت عكس يبقى اشارتها سالبة. بكده خلصنا الستيب رقم 2. اخر ستيب بالنسبة للمحاضرة النهاردة، يعني احنا طبعا عندنا عدد الستيبس 8 لكن احنا هنكتفي بثلاثة. اخر ستيب بيقول ايه؟ define the strain displacement. strain displacement، طيب انا جبت الديسبليسمنت من شوية، ما انا جبت الديسبليسمنت فانكشن اللي هي v، وقدرت اوصل في النهاية الى ان ال v بتساوي ان واحد، ان اتنين، ان تلاتة، ان اربعة مضروب في v واحد، فاي واحد، في اتنين، فاي اتنين، وعند قيم ال n. يبقى هي دي الديسبليسمنت، انا جبت ديسبليسمنت. طالما انا جبت الديسبليسمنت اقدر اجيب منه الايه؟ اقدر اجيب منه السترين، اقدر اربط الديسبليسمنت بسترين. طب لو انا جبت السترين اقدر عن طريق المودلس اوف الاستاسيتي اربط ما بين الاستريس وما بين السترين. طبعا يمكن احنا الستيب دي بسيطه جدا، او يعني مش هتاخد وقت معانا لان احنا هنعرضها في الصوره المبسطه، الصوره اللي هي الخاصه. لو عندي بار اليمنت، فعندي بار اليمنت طبعا هيتحرك في اتجاه اكس مسافه يو، طبعا لو انا شديته فورس تنشن هيحصل له استطاله يو، يبقى انا عرفت الديسبليسمنت. لو قسمت الديسبليسمنت على الطول الاصلي اقدر اجيب ايه؟ الانفعال. المهم انا عشان اجيب الانفعال لازم اكون عارف مين الداله يو اللي هي الشيب فانكشن بتاع التراس مثلا، او اكون عارف الداله في اللي هي الشيب فانكشن بتاع البيم. اذا من الداله بتاعت الديسبليسمنت اقدر اجيب السترين، ولما اجيب السترين اقدر اربط السترين بالستريس عن طريق المودولس. طبعا الكلام ده لو عندي بار اليمنت، يعني ما عنديش بقى ستريسز بقى سيجما واي ولا سيجما زد ولا الكلام اللي احنا اخدناه لو تفتكروا لما كان عندنا ماتريكس 6 في 6 اللي هي الدي ماتريكس، لكن الدي ماتريكس كان عندي فيه 6 اجهادات سيجما اكس وسيجما واي وسيجما زد وتاو اكس وتاو واي وتاو زد. لكن انا طبعا هنا انا بحاول ابسط الامور شويه، فبحاول اطبق الستيب على يعني البار اليمنت اللي هو في ابسط الحالات، ان انا لو عندي ديسبليسمنت اجيب سترين، ولو عندي سترين اقدر اجيب الاستريس. ويعني كده يعني نكون انهينا المحاضره رقم 6. طبعا هيبقى بقى لنا محاضره في شابتر 2، والله المستعان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.